لا 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 أصل الفكرة معكس بحب واقع الأسرة وكيف يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرة أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن عامر بالفهم والتمع ومحب مطرب وتعاون في الخير مطلع باكر بكافير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعي برنامج ست البيت في كل مكان. هذه الحلقة امتداد لحلقة سابقة تحدثنا فيها عن العلاقة ما بين مصر والسودان. أكيد الشعوب العربية متداخلة عبر حدود مختلفة، وللأشقاء العرب السوريين أكيد مكانة كبيرة جدا في نفوسنا السودانيين. ونحن في هذه الحلقة نتواصل معاكم للمرة الثانية وللحلقة الثانية من منزل دكتورة هبة محمد سند، وكمان انضمت لنا الأستاذة هزار عبد الفتاح كامل. أهلا ومرحبا بكم كثير منوريننا في حلقة جديدة من ست البيت. منورانا وشرف البيت يا أستاذة ندى. أهلا بكم، أهلا بكم كثير أستاذة هزار. أهلا فيك، تسلمي يا مرحب أستاذة هزار. وفي حلقة سابقة كان معنا من طلة ودكتورة هبة وتحدثنا عن وجودهم في السودان أكيد لسنوات. أستاذة هبة أصبحت خلاص يعني امتزاج كامل مع الشعب السوداني بعد شوي حنقول هبة السودانية طبعا. فعايزين نتعرف على هزار كمان، أول مرة جات السودان متين ومدة إقامتك لحد الآن كم؟ أنا كمان تزوجت ب 2006 وطبعا أجيت دغري على السودان مع زوجي كان شغال هون، فهلأ ما شاء الله صاروا 12 سنة ما شاء الله، يعني عمر ما شاء الله. تسلمي. جيت على السودان وأكيد الجاية الأولى كان بانطباع مختلف عن السودان، ولما وصلت السودان كلمينا عن يعني كان في فكره ويعني خوف كتير كبير من الاهل. طبعا انا وحيده لاهلي ما في عندهم بنات الله يسلمك، فكانت الفكره بتخوف بالبدايه، بس لما اجيت على البلد تحسي الموضوع لا ابدا مو مثل ما بتسمعي. فالحمد لله كان زوجي له معارف كتير سودانيين وكان اهلهم كتير كتير احتووني، يعني انا مثل بنتهم صاروا مثل أهلي وعائلة تانية، خاصة إنك في غربة أكيد لازم يهتموا بيكي. فكان إجيت قبل العيد الأضحى بكم يوم، فالحمد لله يعني صحيح كانت أول عيد بعيدة عن أهلي، بس الحمد لله الله عوضنا هيك بأهل الحمد كانوا لله. كتير كويسين معنا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هو تعرفت دغري كيف نعم. عندهم الأعياد وكان من أول يوم لآخر يوم وأنا كل يوم كنت معهم، يعني موضوع الأضحية موضوع الغداء، فالحمد لله يعني كان الموضوع أبسط من ما أنا كنت مفكرة. وحاليا اتعودتي على السودان وعلى جو السودان وعلى ما خلاص هلا التداخل. الحمد لله بحس حالي إذا بدي سافر على بلدي فهي زيارة يعني. هنا موطنك أكيد هو موطنك الثاني السودان، ونحن بنرحب بكم كثير من جديد. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة هبة. مرحبا بك يا حبيبي، وهديك العافية إن شاء الله. أكيد في تفاصيل كثيرة عن المطبخ وعاداتنا السودانية وتقاليدنا في الزواج في الأفراح في الأتراح في كله نحن نتطرق لها معك يا أستاذة هزار ومع دكتورة هبة، ولكن من خلال وجودكم وتربية الأبناء بعيد عن أرض الوطن دي مسألة صعبة جدا، ونحن كمان عندنا كثير من يعني صديقاتنا وكثير من معارفنا السودانيات اللي اضطرتهم ظروف الدنيا وظروف العمل واختراب الزوج لأنهم يعيشوا سنوات طويلة خارج موطنهم، فبالتالي بتأثر أكيد تأثير كبير جدا من خلال تربية الأبناء وخاصة في اللهجات المحلية ونطق بعض الكلمات، فالمسألة دي أكيد ظاهرة في أولادكم كثير يعني أستاذة هبة. أيوه هو ما شاء الله دلوقتي يعني حتى بسبب احتكاك المدرسة فبقوا بيتكلموا معي سوداني بيعلموك اللهجات السودانية. أيوه بيتكلموا معي سوداني يعني خلاص بقوا في كلمات كده حقي عاي
يعني كل ما بيكلموا في البيت تلاقيهم بيقولوها يعني. حتى لما نزلنا مصر قالوا الكلام فقالوا لي سوداني طبعا. سوداني سوداني اكيد يعني سوداني. الاطفال بيتاثروا اكتر طبعا من الكبار اكيد، لان هم اصلا يعني فترات الدراسه اليوم الدراسي بيبقى طويل، طويل لو هنحسب عدد الساعات الطفل بيصحاها وبيبقى مستيقظ فيها واعي بتبقى اكتر في المدرسه اكتر ما هي في البيت. صحيح، لان البيت بيبقى يدوب يعني بيجي يتغدى اذا كان في واجب هيتعمل هيعمله هيتعشى وهينام على طول بدري لان في يوم دراسي تاني هيستمر. صحيح، فساعات الاحتكاك الطويله مع الطلاب زملائه مع المعلمين اكيد مع المعلمين هي الفتره بيكون فيها اكتر زمن هو بيتحدث فيها وبيتكلم وهم بيسمعوه وبيسمعوا. اه صحيح اكيد بيكون نعم. في المدرسه. استاذ حزار برضو مرت بيكي نفسنا. تسلمي لي. كمان عندي انا بنتي طبعا ولدت بسوريا ودغري نعم. اجت بيبي لهون نعم. فهلا اي فكره لانه نرجع على سوريا فتكون هي اول مرفوضة. معارض ايوه فهي حابه الجو هون كثير وبتحب مدرستها بتحب يعني رفقاتها صار خلص جوها وحياتها هون يعني. حتى الجو في المدرسه بيحتاج دائما لتواصل ما بين الاسر يعني ما بين الطالبات فيما بيناتهم يعني خاصه البنات يعني بحبوا يزوروا بعض. ايه الحمد لله يعني حتى الاهل كثير يعني متساعدين معنا بهذا الموضوع في كونكشن كثير كثير حلو بيناتنا. فكأطفال تحسي انه لا مالهم محرومين جو العيله ولا محرومين التواصل الاجتماعي. نعم يعني واي شيء صار عن طريق الانترنت مثلا كعالم بعاد شوي عنا بيفي بالموضوع. بس انه موضوع الرجعه بالنسبه لبنتي صعب خلاص بنتي كذبحت سودانية يعني ربنا يحفظه لكم إن شاء الله يا رب. هزاروا مناطق كثيرة في السودان سياحية معروفة ويعني برضو أي سايحة وأي ضيف بيجي السودان حتى لو هو حبي أنه يستقر في بداية سنوات بيكون عنده تطلع أنه يزور المناطق مثلا يعني إذا كانت زي ما قالت مش السبلوغة شتي السبلوغة جبل أولياء مناطق كثيرة في الخرطوم وقرن النيلين مناطق سياحية كثيرة كثير مناطق جرتي وال ما للأسف يعني عندي رغبة بس لسه ظروف زوجي بالشغل ما كتير بتساعده. طبعا مشيت معه على جبل أولياء كانت رحلة مشتركة. جميل جميل الحمد لله. بس إنه أي أماكن تانية لسه ما صار إنه نزوره بس يعني إن شاء الله في هدف. جميل دكتورة هبة. وكمان يعني سامع عن مدن سودانية برضو جميلة زي بور سودان الأبيض كثير من المدن يمكن الناس بيتكلموا عنها برا السودان خاصة حي. يعني أنا سمعت عن بور سودان كثير يعني حتى من أصحابنا السودانيين دايما بيرشحونا إن لو حابين نطلع فسحة أو كده نسافر بور سودان. أول مرة يعني لسه الأسبوع اللي فات أول مرة زوجي يسافر على بور سودان يعني وقال لي إن شاء الله في أقرب. ولما انجلي انطباعك كان كيف عن بور سودان؟ لا جميل. أنا أصلا احنا بنعشق البحر احنا المصريين البحر بالنسبة لنا ده صحيح. يعني حاجة جميلة جدا وبنعشق البحر وخصوصا ان احنا البحر الاحمر برضو متنفس والبحر الاحمر مشترك ما بين مصر والسودان ما بين مصر والسودان. فطبعا وجوده يعني على البحر كنت كل ما اكلمه يقول لي انا على البحر انا على البحر وانت خلاص انت تروحي تشوفي بور السودان. المفروض ان احنا ان شاء الله اتفقنا انه حتى في على اخر السنه يعني اقرب يعني اجازه مدرسيه هتكون متوفره نطلع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اساسا السياحه مشتركه ان شاء الله زي جبل اولياء حتروحي جبل السودان مع بعض السودان سوا. كمان على فكره السياحه في السودان موسميه جدا يعني في مناطق فيها موسم الخريف اجمل في مناطق في موسم الشتاء اجمل في مناطق في كل العام ما فيها مشكله. بور السودان من المدن الساحليه الموسمه دائما شتوي شتوي على نهايه السنه وعلى اول السنه بتكون ظريفه بتكون ظريفه وجميلة. هنا الفكره احنا كنا ناويين نطلعها في راس السنه راس السنه جميل يلا خدوا معكم هزار وعيالها ايوه ان شاء الله دائما الرحلات العائليه بتكون سوا اكيد طبعا اكيد لكم التحيه والله. وهزار المطبخ السوداني 12 سنه اكيد ما سهله انك تكوني موجوده في السودان. احنا عارفين طبعا مسبقا المطبخ السوري معروف بتنوع الحلويات الفطاير السلطات وغيره وهو موجود في سفرتنا السودانيه المطبخ السوري حاضر بقوه والشوربات كمان بانواع المختلفه. فعلاقتك مع المطبخ السوداني كيف؟ والله انا يعني للاسف ما كثير جربت انه اطباق سودانيه لانه انا بشكل عام ما كثير مع الاكلات يعني. بس هلا في كثير الحلويات مثلا مثل الزلابيا كانت عندي عشق وغرام
تعلمتيها؟ للأسف ما تعلمتها بس كانوا صاحباتنا بسيطة هي بسيطة جدا بس كانت من إيد صاحباتنا يعني تكون بغير طعم. فهلا ماما على أول الأحداث عنا بسوريا ماما وبابا وإخواني إجوا على السودان فهي هلا ما شاء الله متولية الأمر أي طبق يكون صعب ولا غريب فهي بتتعلم يعني من دوقه من تحت ايديه يعني ماما جات في فتره اقل من فتره اللي انت قضيتيها في السودان ما شاء الله عملت مجهود رهيب بقت خبره في المطبخ السوداني اهم حاجه عندنا الكسره طبعا لو ما اكلت كسره ما سودانيه اكلت كسره للاسف لسه شفتيها في سفره كثير سودانيه طبعا في المناسبات اكيد بمناسباتكم برمضان كانت كثير لنا يعني عزايم وما شاء الله شعب كريم جدا 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 الله هيك يعطيهم الصحه والعافيه دائما يا رب ان شاء الله كثير كنا برمضان نشاركهم بسفرهم حتى هن يحاولوا يعملوا لنا مثلا اطباق اللي نحن بنحبها مثل الفطاير كمان لها طعم خاص كانت موجوده بس لسه ما صارت التجربه مشروباتنا السودانيه طبعا الكركديه التبلدي رائع حلو مر والله للاسف ما جربت لانه ما جربتي؟ لا لانه انا زوجي عندي هو التيست الاول فاذا قال لي اوكي روحي جربي بجري انا بنصحك تجربي الحلمور ان شاء الله رمضان الجاي مع هبه ان شاء الله اجرب الحلمور هي تجربه بيكون هو مو راضي عنها فانا دغري بعد انت جربي عشان تقنعيه كمان خلاص ان شاء الله ان شاء الله دكتورة هبة وأكيد يعني جالية مصرية كبيرة جدا موجودة في السودان وبالمقابل جالية كبيرة سودانية موجودة في مصر عشرات الآلاف من المصريين موجودين في السودان فأنتوا بضخامة الجالية دي وعدد كبير جدا منكم التواصل فيما بيناتكم كيف يعني بتتلاقوا في أندية بتتلاقوا في مناشط بتخص دولة مصر الشقيقة ولا تواصل بيكون محدود بمعارفك أنت وأقربائك الموجودين في الخرطوم لا هو تواصل بيكون عن طريق المعارف الأقرباء حقيقي والأصدقاء يعني تلاقينا اتعرفنا بقينا أصحاب لكن مفيش مكان محدد للجالية المصرية بيتجمعوا فيه دايما بيبقى مثلا حد جاي جديد بنتعرف عليه تعزموه وتطلعوا معه نعزموه ونطلع معاه نعرفه على البلد لأن برضو إحساس الغريب اللي بيجي على بلد غريبة بيبقى يعني مخيف في الأول صحيح. يعني له رهبته بداية الأمر فطبعا هنا بقينا خبرة وتعرفوا غيركم بقينا خبرة فلما حد بيجي بقى بنيجي بنستقبله بنعرفه على البلد بنعرفه على الأماكن الزيارات اللي ممكن يطلع يتفسح فيها الفنادق الجميلة اللي ممكن نقضي فيها وقت جميل يعني ممكن ازاي نقدر ناخد مثلا ليلة في فندق ونستمتع به هو وأسرته ازاي ممكن نروح أماكن سياحية معينة الخروجات في الخرطوم فين المطاعم المميزة في والأوقات المناسبة خاصة مع الجو السخن وخاصة مع الجو أكيد نحن نتواصل معكم دكتورة هبة وأستاذة حزار ومع كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من ست البيت انتظرونا عقب هذا الفاصل يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرة مرحبا بكم من جديد كل المشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم من برنامج ست البيت نبض البيت وما زلنا بنتواصل معاكم من منزل دكتورة هبة مرحبا بكم من جديد استاذة هزار ودكتورة هبة اهلا اكيد متواصلين معاكم مع كل المشاهدين وحلقتنا اليوم عن الدبلوماسية الشعبية وانصهار الثقافات او تداخل الثقافات العربية فيما بيناتها ولو اهمية كبيرة جدا اكيد لانه بوحد الشعوب العربية أستاذة هبة نتحدث عن الجانب دي وأهمية امتزاج الثقافات إذا كانت موجودة يعني في شمال وادي النيل أو الموجودة في السودان أهميتها والله بصي يعني انا بحس ان الثقافه المصريه والثقافه السودانيه ما فيش ما بينهم من بين بعض فرق كبير صحيح يعني يمكن الفرق الوحيد هنقول اللغه يعني صحيح. اختلاف اللغه وحتى اللغه كمان لو هي لهجات هي لهجات اللهجات حتى لو جينا هنا في البلد نفسها يعني في قلب مصر في لهجات مختلفه صحيح وفي قلب السودان هتلاقي في لهجات مختلفه صحيح. لكن بالنسبه للثقافه اعتقد ان هي يعني انا من وجهه نظري انا شايفاها ثقافه موحده ما بين الاثنين خصوصا ان احنا دولتين اسلاميتين صحيح فاحنا اتربينا على الدين الاسلامي والاخلاق الاسلاميه فهي نفس الثقافات نفس العادات الموجوده صحيح. الود ما بين الاهل زياره القريب التراحم وصله الرحم الجار الاسره لازم تكون مترابطه ببعضيها هي نفس الثقافات نفس العادات والتقاليد صحيح وفي كثير حتى في موضوع اللهجات في كثير من المصطلحات وبعض الكلمات قد تكون هي في واحد بس يختلف النطق ما بيننا وما بين صحيح. المصريين صحيح ما نتلاقى كثير جدا في حاجات كثيرة
كبيره يعني مشتركه فيما بيناتنا تقريبا. والمناطق الخاصه في الحدود, المناطق الحدوديه والمدن الحدوديه والقرى الحدوديه ما بين مصر وما بين السودان بنلقى طريقه اللبس واحده طريقه الكلام اللهجاتيه واحده, عاداتنا وتقاليدنا الغذائيه وثقافتنا وموروثنا صحيح. حتى الفولكلور داخل البيوت والمنازل يعني اهل النوبه متشابه. اهل النوبه عندنا يعني هم اهل النوبه عندنا في السودان كمان يعني, يعني في الحدود متشابهين تماما صحيح. تماما تماما حتى لبس التوب هو صحيح. هو صحيح. ولبس الجلابيه هو والعمه هو هو حتى كمان في الـ في الـ في التقاليد الافراح في الافراح نفس العادات والحفلات والكرم الفياض وغيره بالضبط بالضبط هو هو يعني انا فوجئت انه هو تقريبا يعني هي نسخه واحده بس اتقسمت على حدودين صحيح. حدود مصر وحدود السودان هي حدود جغرافيه يعني سياسيه لا غير صحيح. سياسيه صحيح. لا غير صحيح لكن لا تفصل بين الشعبين باي حال من الاحوال لا. ويظل وحتى التواصل ما بين الانساب وما بين الاقارب قد يكونوا في جنوب مصر واحنا في شمال السودان بتلقي ناس متواصلين مع بعض في نسب بيناتهم في قرابات صله قرابه وفق هذا كمان صحيح. يعني انا ما شاء الله ما شاء الله انا فوجئت بان كم العلاقه اللي النسب ما بين الشعب السوداني والشعب المصري كبيره جدا صحيح. جدا ما شاء الله جدا ما شاء الله يعني صحيح. وحتى في الجيل الصغير يعني انا المدرسة اولادي متزوجه مصري ومقيمه حاليا في مصر هي سودانيه جميل. متزوجه مصري مقيمه في 6 اكتوبر في مصر دلوقتي وما شاء الله ولينا وتعرفت على سيدات مصريين هنا متجوزين سودانيين صحيح ما شاء الله. فحتى كمان يعني عندك مثلا في القاهره في اماكن معينه كده ما شاء الله تلاقي فيها الجاليه السودانيه بكثره الدقي والمهندسين شارع جامعة الدول العربية صحيح. وانت مرة في الشارع المواطنين بيكونوا سودانيين كله ما شاء الله كله ما شاء الله لدرجة ان انا بقيت بفرح وانا ماشية في مصر ما الاقي سودانيين ما خلاص يعني بيجوا حبايبك حبايبي يا جماعة انا قاعدة معاكم السودان جميل لك التحية. وانت الان موجودة في الخرطوم واذا اتجهت شمالا كل ما تمشي على اتجاه الشمال الجغرافي هتلقي التقارب بين المناطق دي والقبائل دي أكتر أكثر للمصريين أكثر. بالتأكيد نحن نقدم لك دعوة إن شاء الله في الفترة الجاية تزوري وادي حلفة وتزوري مناطقنا الشمالية أتمنى والله إن شاء الله أتمنى بإذن الله تعالى الإخوة والأشقاء كمان في دولة سوريا الشقيقة وإن شاء الله ربنا يصلح الحال هناك الأحداث الأخيرة اللي حصلت منذ 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات تقريبا يعني شفنا عدد كبير رجالية السورية جراء هذه الأحداث موجودين في الخرطوم هنا وما الخرطوم بس يعني في مدن كثيرة جدا من السودان صحيح. وكل السودانيين استقبلهم بكل ترحاب بكل طيب خاطر لأنه عمق المحبة والأواصر بيننا كبيرة جدا ما بين السودان وسوريا يعني لحد يعني لهلا لهذا الوقت أي بلد مثلا بيكون للسوري مفتوح هو السودان يعني صحيح. بما أنه كثير من الدول الثانية اكتفت من صحيح. السوريين وهيك لهاي اللحظة تلاقي البلد الوحيد هو السودان مفتوح. فاتح أبوابه لإلنا والحمد لله ما بتحسي بأي غربة في كتير كتير كرم في كتير أخلاق عالية صحيح. فالحمد لله رب العالمين ما بتحسي لله. حالك غريبة يعني بالعكس بتحسي حالك إنه في ود بيقابلوك بمحبة ظاهرة عليهم يعني صحيح. فالحمد لله انه نحن هيك طيفنا محبوب عنكم الحمد لله الحمد لله في الاساس انتم محبوبين عندنا في السودان تسلمي ان شاء الله. بجانب الاهتمام المرأة السورية بالمطبخ بالحلويات وانت كنموذج يعني قلتي بتميلي دائما للحلويات للحلو اكثر يعني جوانب تانية برضو بتهتم بها المرأة السورية المشغولات اليدوية اللي عن اهتماماتكم وهل كل بيت وكل سيد بيت سورية بتحط لمستها ببيتها يعني تحسي انه كل بيت بتكون الست محاولة تحط لمساتها معينة في شغل مثلا السنارة في عنا شيء اسمه كنفة ممكن تكون هي لوحات بتنعمل بخيطان معينة طبعا نحن الجيل الكسول طبعا في الجيل اللي قبلنا هو الجيل النشط اكثر بس نحن يعني طبعا انا بحاول هذا الشيء عوضه ببنتي هلا انه لا عبي لها وقتها بهي المواضيع بتكون اكثر بما انه نحن اجتماعيا يعني ما كثير في اختلاط قبل كان الواحد الاولاد تلعب مع بعضها وبيكون وقتها ضايع فهلا انه بحاول هي القصص اللي انا ما تعلمتها انه هي لا تتعلمها
مع الوقت ان شاء الله. هي مساله التعليم دي بتتم داخل البيت ولا في التيم؟ ايه طبعا طبعا يعني هلا انا مثلا حبوبتي اللي هي تيتا حبوبتي السودانيه طبعا فهي كانت علمت مثلا ماما خالاتي وهن علمونا يعني اللي له متوارثه هي ايه طبعا ايه يعني. وطبعا في معاهد كثيره ممكن تمشي انت تتعلمي فيها، بس انه كاي شيء متوفر لا بالبيت يعني ما بتعتازي انه ممكن تعلمي من الناس الكبار يعني. بس حتى تجهيز العروس مثلا اذا هي رايحه لبيت زوجها مثلا طبعا هي بتجهز لها حبتيتها وخالاتها وكله طبعا طبعا تلاقي بتاخذ راي هدول العالم لانه حيكون عندهم خبره اكثر يعني. حتى ماما مثلا انه طبعا بتسال تيتا، بتسال انه في عندي عماتي وقت انا كنت بدي اتزوج يعني بتسالي العالم الكبار انه بيكون عندهم فكره اكثر. بس ما شاء الله عنكم تجهيز العروس له طعم اخر يعني بتحس حالها انه عروس عن جد. احنا في عنا مواضيع كثير بنتساهل فيها يعني انه بعدين في ما بعد. شنو انتوا عندكم الحاجات الرئيسيه والمهمه جدا لتجهيز العروس؟ يعني الشغلات اللي هي خاصه فيها، ما في شغلات ملزمه فيها اللي هي يعني حسب الفرح وليله الزفاف مثلا بس هيك انه ما في كثير شيء زياده يعني. الثياب ممكن اغراض للمنزل كل حدا حسب استطاعته، اواني للمطبخ غيره يعني حسب استطاعته. عنكم لا ما شاء الله الشغلات هيك مرتبه وبعدين بتحسي فرح ان شاء الله دائما يا رب هيك بلدكم كله افراح ان شاء الله. ترتيب الحنه مع الزفاف، حتى في العقد القران قبل الزفاف صحيح بتحسيه بروجرام يعني برنامج كامل. جربتي مناسبات سودانيه؟ طبعا كثير يعني من اول ما اجيت اول فترة دائما انا كل ما اهلي يحكوا معي انا اقول لهم بزفاف، بعرف انه انا يمكن بلدي ما حضراني هالكمية من الاعراس والزفاف. جميل والله ما شاء الله. وحتى كرمهم بالضيافة باستقبال العالم ما شاء الله. تسلمي كثير والله، تسلمي. هي اساسا يعني السودانيين معروفين ومشهورين دائما بالكرم يعني، فما بالك في المناسبات، مناسبة غير مناسبة هم بيكونوا اصلا كريمين ومضيافين جدا. بس الله يعين شبابكم بصراحة على تكاليف الزواج. لا نحن في حلقاتنا من ست البيت بندعو الناس وبندعو الاسر بتسهيل الزواج ومراسم الزواج وتقليلها لامسية واحدة، ودي دعوة نحن دائما بنناشد بها يعني الاسر في انه عشان يشجعوا الشباب على الزواج ان شاء الله. تكاليف عالية، لكن بالرغم من كده هي تظل الشيء اللي بيميزنا، واحدة من أشياءنا المميزانة نحن كسودانيين اللي هي تفاصيل الزواج والأمسيات الجميلة وشكل العروس اللي بيكون في كل أمسية مختلف عن الثاني. رائعة جدا يعني، أنا جربتها بالأعياد مثل ما حكيت هبة بالحلقة الماضية وصارت عندي يعني أساسي ثابتة طبعا في كل عيد بتتحنن. إنه لازم، لا أنت بتنتظري سنة كاملة عشان تتحنني يعني منتظر انا بقترح انك كل شهرين وكل شهر افضل تتحنن ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتوره هبه، اذا شاءت الاقدار انك تتحولي من محطه غير السودان او غير الخرطوم وتنتقلي الى مدينه وعاصمه اخرى غير القاهره اكيد، شنو اكثر حاجه انت حتحمليها في جواكي للشعب السوداني؟ ويعني شنو اللي حتقولي لشعوب ثانيه غير السودان على السودان؟ والله أنا يعني أنا ليا في البلد دي ذكريات ومعارف وأصدقاء أعتقدش إن أنا ممكن أنساهم يا يعني سلام عليك. حقيقي والله أنا ليا ذكريات جميلة في البلد دي، جميلة جدا، والصداقة اللي أنا كونتها هنا يعني نقدر نقول إن صداقة عمر 7 سنين دي صحيح. دي عمر إنسان صحيح، عمر طويل صحيح. فما اعتقدش ابدا ان الواحد ممكن تيجي عليه لحظه ان هو ينسى الصداقه دي او ينسى اللحظات الجميله دي او ينسى الناس الحلوه اللي هنا يعني سلام. اكيد هتفضل على الاقل السيره، الذكرى، ده انا تعرفت في السودان على فلان، ده انا قابلت فلانه، ده انا كان ليا معاهم صداقه عمر قد كده. نعم سبحان الله، الواحد بعيد عن اهله تماما وقريب من اصدقائه وقريب من جيرانه، فعم يقضي وقت كتير كبير مع هالأشخاص أكثر من أهله صحيح. حاليا لا صحيح. ووقفة الصديق مع صديقه يعني الأهل ده واجب عليا، أنا أقف مع أهلي في فرحهم وفي حزنهم ده واجب عليا،
لكن لما يكون صديق يعني نقول ان هو غريب نعم لكن واقف جنبي وعلى طول معايا في فرحي وفي حزني وفي بلد غير بلدي حاجه عظيمه جدا. فدي حاجه عظيمه صحيح. واعتقدش ان انا ممكن تيجي عليا اللحظه ان انا انسى الذكريات الجميله دي. يعني اتمنى من المولى ان انا عمري ما انساها ان شاء الله يا رب. وان شاء الله حتى اذا شاءت الاقدار انك طلعت برا الخرطوم تعودي مره ثانيه وتجي وفي زيارات وفي تواصل دائما مع اخوانك أكيد. وصديقاتك السودانيين أكيد. ان شاء الله. بإذن الله. انا حقيقه شكرا لكم جدا كلام الطيب الجميل وبذات القدر وبذات الاحساس اللي بتحملوا لنا نحن كسودانيين، احنا كمان بنحمله لكم كاخوه واشقاء عرب سواء كان في سوريا او في جمهوريه مصر الشقيقه. شكرا لكم كثير استاذه هزار عبد الفتاح كامل، وشكرا دكتوره هبه محمد سند لكم الف تحيه ان شاء الله. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا عبر حلقه اليوم من برنامج ست البيت، لحد ما نلاقيكم في حلقه قادمه. تقبلوا تحياتي وتحيا كل الفريق العامل وفي امان الله. اصل الفكره نعكس بحب واقع الأسرة من حين لحين لما سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن عامر بالحب والتمع ومحب وإكرام وتعاون في الخير نطلع